الأجنبية المباشرة في مصر خلال السنة المالية 2013-2014 تتجاوز 6 مليارات دولار. تفاقم مشكلة نقص المياه والصرف الصحي في الهند يدفع إلى البحث عن حلول عاجلة تخفف من حدة الأزمة. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شركات النفط الروسية الكبيرة ويستثني قطاع الغاز. من العناوين مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل وجولة جديدة في السوق. مشاهدينا الكرام طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير، أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل. تجاوز إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على مصر خلال السنة المالية 2013-2014 6 مليارات دولار. وقال حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن الأرقام النهائية أرسلت بالفعل للبنك المركزي تمهيدا للإعلان عنها قريبا. وأضاف أن الهيئة تستهدف 10 مليارات دولار في السنة المالية الحالية، ويمثل وصول الاستثمارات الأجنبية إلى 6 مليارات دولار زيادة تقدر بنسبة 100% عن استثمارات 2012-2013 التي بلغت 3 مليارات دولار فقط. وكان أشرف سلمان وزير الاستثمار المصري قال في يونيو حزيران إنه يهدف إلى وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 10 مليارات دولار خلال السنة المالية المقبلة وإلى 14 مليار دولار خلال 3 سنوات. تثير أزمة انقطاع التيار الكهربائي بمناطق عدة من محافظات مصر استياء وغضب المواطنين، خاصة مع تفاقم الأزمة في الأيام الماضية. الحكومة وعدت أكثر من مرة بحل المشكلة عن طريق إيجاد بدائل جديدة للطاقة، وناشدت المصريين الوقوف بجانب الدولة لعبور تلك الأزمة. يعاني قطاع الكهرباء في مصر مشكلات متراكمة على مدار السنوات الماضية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربي خلال الأيام الماضية وأحدث حالة من الغضب الشعبي. عمرها ما كانت بتقطع هنا، الأيام دي بس بقت تقطع بالساعة وبالساعتين وثلاثة. طبعا بيأثر على التلاجة وبيأثر على الأجهزة، ولو كنا هنعمل غسيل وساعات الحاجات بتبص في التلاجة وكده يعني. بتأثر في كل حاجة، أسانسيرات ولا مكن تصوير، أي حاجة بتأثر عليه. طبعا كل حاجة بالكهرباء هنا. 12 مليار دولار يحتاجها قطاع الكهرباء خلال السنوات الخمس القادمة لإضافة 12 ألف ميجاوات. عدد المحطات الموجودة في مصر حوالي 58 محطة، هذه المحطات كلها محطات حرارية تعتمد بنسبة كبيرة جدا على حوالي 78% من غاز طبيعي، ونسب تتراوح من 12 إلى 11% قد تكون بالتساوي ما بين المازوت والسولار. بالنسبة للمحطات الكبرى اللي احنا كنا بنعتمد عليها في الأول، هي كمان النقطة بتاعت ان معظم المحطات تم تحويلها الى استخدام الغاز الطبيعي. هل امكانيات الغاز الطبيعي المتاحة للدولة من الانتاج تتماشى مع استهلاك او انتاج الكهرباء؟ طبعا السؤال طبعا لا، وبالتالي لان الغاز هناك التزامات من انتاجه، والالتزامات ليست بالدرجة الاولى للكهرباء. وتتكبد القطاعات الاقتصادية والخدمية خسائر ضخمة جراء تكرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يوميا. الفترة اللي فاتت كانت القطع عن الكهرباء فترة طويلة جدا، يعني كانت بنشتغل من 5 مرات في اليوم، كل مرة ساعة ساعة ونص، فطبيعي ده بتأثر على البضاعة اللي عندنا، والواحد بقاعد على أعصابه، بخايف على الأجهزة اللي عنده لحاجة تبوظ برضه، يقدر يجيب حاجة غالية والأجهزة غالية. تأثيرها شديد جدا، والخسائر أولا البيع بيتوقف، ثانيا في حاجات بتبوظ في المجمدات بالنسبة للخضار. القطاع دلوقتي 3 مرات في اليوم، وكل وفي مرات المرة الأخيرة دي وصلت لثلاث أربع ساعات ونص متوالية. ويسعى المسؤولون عن إيجاد بدائل جديدة وضخ استثمارات في محاولة للتخفيف من أزمة انقطاع التيار الكهربي. أزمة انقطاع التيار الكهربي أظهرت عجز الحكومة المصرية عن إيجاد حلول سريعة للمشكلة، بل إن الحكومة أكدت استمرار الانقطاع لعدة شهور لنقص الإنتاج وزيادة معدلات الاستهلاك. من القاهرة صابر السكري، السوق.
قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم شركتي المصرية للدواجن والشرقية الوطنية للأمن الغذائي لحين الرد على التصريحات الصحفية المنشورة بشأن تقييم بنك مصر لسهم الشرقية للأمن الغذائي ب9.7 والمصرية للدواجن عند 6 جنيهات. إلى ذلك تراجعت مؤشرات البورصة الرئيسية وسط ضغوط بيعية للأفراد المصريين والمؤسسات العربية، وهبط مؤشر EGX30 خاسرا ما نسبته 0.21%، كما خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ما نسبته 1.42%، وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 ليهبط ما نسبته 0.82%. تحول المؤشر العام لسوق أبو ظبي للمنطقة الخضراء بعد خسائر دامت طوال الجلسة ليرتفع للجلسة الثانية على التوالي، ودعمت ارتفاعات قطاعات البنوك والاتصالات والعقاري مكاسب المؤشر ليرتفع بنسبة 0.49%، بينما تجاهل المؤشر تراجعات قطاعي الطاقة والصناعي. كما نجح مؤشر سوق دبي المالي في الإغلاق داخل المنطقة الخضراء بعد تراجعات دامت جلستين متتاليتين، فقد خلالهما مستويات 5000 نقطة، لكنه استعاد عافيته مرة أخرى ليغلق مرتفعا بنسبة 1.1%. كذلك ارتفع مؤشر البورصة القطرية بنسبة 0.6% بعد هبوطه في الجلسة السابقة بالتزامن مع تصريحات إيجابية بشأن مونديال 2022 وبيانات رسمية عن ارتفاع الناتج المحلي لمستويات قياسية. تعاني الهند من مشكلة حادة في نقص المياه تطال الفقراء والأغنياء على حد سواء، ولا تزال مناطق عدة بالعاصمة دلهي محرومة من أنابيب المياه ونظام الصرف الصحي، لكن هناك بعض الحلول التي تخفف من حدة الأزمة كما يشرح التقرير التالي. هؤلاء الناس في أحد الأحياء الفقيرة بجنوب دلهي بالهند يستغرقون 15 دقيقة للحصول على احتياجاتهم اليومية من الماء، والجو ساخن وجاف وليس هناك ما يكفي من المياه. وهذا هو الوضع بالنسبة للملايين من سكان دلهي، حيث يعانون نقصا في المياه بشكل يومي لأن المدينة تعجز عن تلبية الطلب المتزايد كل يوم. ويعتمد سكان بلدة فاسانت كونجا كليا على حاوية إمدادات المياه مثلهم مثل ما يقرب من ربع سكان مدينة دلهي، وكل يوم تحاول 900 حاوية حكومية إيصال المياه إلى ما يقرب من 3 ملايين شخص، وجدول الحاويات غير منتظم والانتظار طويل. في أسبوع واحد نستخدم بين 100 و300 لتر، وعلينا أن نلبي احتياجاتنا بهذه الكمية. حيث يعاني سكان الأحياء المتوسطة والرقية بنفس القدر من هذه المشكلة، وتحصل معظم الأحياء في جنوب دلهي على المياه لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم. وتعاني دلهي من مشاكل المياه منذ عقود، وأصبح الوضع حرجا بعد قدوم الملايين من السكان الجدد وبناء العشوائيات في جميع أنحاء المدينة. معظمها يفتقر البنية التحتية الأساسية بما في ذلك أنابيب المياه وأنظمة الصرف الصحي. إذا استطعنا ترميم البنية التحتية بأكملها ستتم إدارة إمدادات المياه بصورة أكثر إنصافاً، ولكن الأكثر أهمية هو الحصول على كميات إضافية من الماء أيضاً. ومن ثم بدأت هيئة المياه في دلهي بتجربة حلول أكثر ابتكاراً، فقامت شركة خاصة بتركيب 13 جهازاً للصراف الآلي للمياه في بلدة سافدا جيفرا في شمال دلهي، وتوضع أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء البلدة، حيث يتم منح المقيمين بطاقة ذكية تحمل 20 لترا مجانية، وبعد ذلك عليهم أن يدفعوا نسبة مخفضة تبلغ 30 بيسة أو حوالي 5 سنتات للتر الواحد. ويتم التعامل مع المياه المستخرجة مباشرة من الأرض بواسطة محطة معالجة مصغرة، مما يعني أنها آمنة للشرب، ثم يتم نقل الماء إلى أجهزة الصراف الآلية حيث يسحب منها الناس بقدر احتياجاتهم ولا يضطرون إلى انتظار الحاويات.
أعقاب السجائر تتحول إلى مصدر جديد للطاقة، وذلك في تجربة مبتكرة لباحثين في كوريا الجنوبية. استطاع هؤلاء استخلاص الكربون عالي الجودة من الأعقاب وتحويله إلى مصدر رخيص وفعال لتخزين الطاقة. وإلى التقرير. ابتكر باحثون كوريون جنوبيون من جامعة سيول الوطنية مصدرا لتخزين الطاقة عالي الأداء من أعقاب السجائر المستعملة. اكتشفنا أن أعقاب السجائر المستعملة تتكون من خلات السليلوز، ويمكن تحويلها إلى مادة الكربون التي يمكن تخزينها. ومن خلال تقنية الحرق التي تسمى الانحلال الحراري، يتم تحويل ألياف خلات السليلوز التي تتكون منها أعقاب السجائر إلى المواد الكربونية. والكربون هو المادة الأكثر استعمالا، والتي تتألف منها المكثفات الفائقة نظرا لانخفاض تكلفته ومساحة سطحه العالية، ولكونه موصلا جيدا للكهرباء ولثباته على المدى الطويل. صنعنا المكثفات الفائقة من خلال أعقاب السجائر لأول مرة في العالم، وعلى عكس البطاريات يمكننا صنعها دون الحاجة إلى تفاعل كيميائي، ويمكننا استخدامها بصورة شبه دائمة، فهي سريعة الشحن والتفريغ. وتعتبر المكثفات الفائقة عنصرا إلكترونيا مهما كنظام لتخزين الطاقة، نظرا لكثافتها العالية وقصر زمن شحنها ودورة حياتها الطويلة. وغالبا ما توجد في الإلكترونيات مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة أو محولات الطاقة الصناعية مثل توربينات الرياح. ويقول كيم إن هذه المكثفات تخزن كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية وبشكل أقل ضررا على البيئة. عندما رأيت الناس تلقي بأعقاب السجائر، بدأت بدراسة كيف يمكن إعادة تدوير هذه الأعقاب عديمة الفائدة وتحويلها إلى مواد مفيدة. هذا الابتكار له مردود اقتصادي ضخم، حيث يمكن من خلال أعقاب السجائر الرخيصة إنتاج مصادر لتخزين الطاقة وبجودة عالية. ولازلنا متواصلين معكم في السوق مشاهدينا الكرام، ونتابع فيه بعد فاصل قصير. معرض برلين للإلكترونيات يعرض للعالم أحدث تصورات بشأن منازل المستقبل الذكية. من جديد مرحبا بحضراتكم. قال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد وضع شركات النفط وخطوط الأنابيب الروسية الكبيرة روزنفت وترانسنفت وغازبروم نفط على قائمته للشركات الروسية المملوكة للدولة التي لن يسمح لها بتدبير سيولة أو الاقتراض في الأسواق الأوروبية. لكن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تشمل قطاع الغاز، ولا سيما شركة غازبروم المملوكة للدولة التي تعد أكبر منتج للغاز في العالم وأكبر مورد له إلى أوروبا. وقال الدبلوماسي إن عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بجمع الأموال داخل الاتحاد ستسري بوجه عام على الشركات التي تزيد إيراداتها على نحو 27 مليار دولار إذا كان نصفها من بيع النفط أو نقله. انخفضت معظم الأسهم الأوروبية بعدما أفاد استطلاع للرأي برغبة 51% من مواطني اسكتلندا في الانفصال عن التاج البريطاني في الاستفتاء المقرر في 18 من الشهر الجاري، بينما ارتفع المؤشر الألماني بعد بيانات قوية لأكبر اقتصادات أوروبا. المزيد في سياق تقرير محمود فودة. سجلت ألمانيا فائضا تجاريا قياسيا بلغ 22 مليارا و200 مليون يورو في يوليو تموز، ما يلمح إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يتعافى بقوة في الربع الثالث بعد أن شهد انكماشا مفاجئا في الربع الثاني. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الفائض التجاري تجاوز التوقعات المحددة ب16 مليارا و800 مليون يورو، ونزلت الواردات 1.8%، وكانت التوقعات بهبوط 0.1% فقط. إلى ذلك ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.2%، فيما نزلت بقية الأسهم الأوروبية بعدما أظهر استطلاع أجراه معهد يوغوف لحساب صحيفة ساندي تايمز البريطانية إلى تقدم مؤيدي استقلال اسكتلندا عن التاج البريطاني بنسبة 51% مقابل 49% لرافضي الاستقلال، وذلك قبل أقل من 10 أيام من الاستفتاء المزمع إجراؤه في 18 من الشهر الحالي.
كما هبط الجنيه الاسترليني بنحو 1%، وهو أدنى مستوى له منذ نحو 10 أشهر، ليسجل $1.61. وفتح مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني منخفضا 0.1%، في حين فقد كاك الفرنسي 0.4%، بينما شذ عن الاتجاه النزولي سهم إلكترولوكس وارتفع 6.3% بعد الاتفاق على شراء أنشطة الأجهزة المنزلية لجنرال إلكتريك مقابل 3.3 مليار دولار. على صعيد آخر، تشبث الذهب بمكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت مخيبة للآمال، ولم يطرأ تغيير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية ليسجل $1,268 للأوقية، وكان ارتفع 0.6% يوم الجمعة بعدما أظهرت البيانات أقل زيادة للوظائف الجديدة في الولايات المتحدة في 8 أشهر في أغسطس آب. تأرجحت الأسهم الآسيوية في أولى جلسات الأسبوع بين المكاسب والخسائر وسط تقييم المستثمرين لبيانات النمو في اليابان وبيانات الميزان التجاري في الصين، والتي أظهرت ارتفاع الصادرات في مقابل انخفاض الواردات خلال شهر أغسطس. ففي اليابان ارتفع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.2%، بينما في أستراليا تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 0.5%، وفي هونغ كونغ انخفض المؤشر الرئيس بنسبة 0.3%، وأغلقت الأسواق في الصين وكوريا الجنوبية بسبب عطلة عامة. استمر مزيج برنت في الهبوط بعد أن غطت بيانات أمريكية محبطة على إحصاءات صينية تبعث على التفاؤل وتتعلق بتصدير واستيراد النفط، وهبط برنت إلى $100.07 للبرميل، كما تراجع الخام الأمريكي إلى $93.3 للبرميل في سادس هبوط أسبوعي خلال 7 أسابيع. وألقت المخاوف بشأن الولايات المتحدة بظلالها إلى حد ما على بيانات اقتصادية وردت من الصين، وأظهرت زيادة في نمو الصادرات في أغسطس آب بشكل أكبر قليلا عما كان متوقعا في الوقت الذي ارتفعت فيه أيضا واردات النفط الخام. كشفت شركات كبرى في عالم الإلكترونيات عن توجهات جديدة في منظور المنازل الذكية، وخلال معرض إيفا برلين بدا أن العامل الأساسي في هذه الفكرة هو الاتصال الدائم بالشبكات والتحكم في الأجهزة عن طريق الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية. في عالم يسعى إلى أن يكون ذكيا بما يكفي لأن يجعل حياة البشر أفضل بل أكثر مرونة ودقة، يجيء الدور الآن على المنازل حتى تتمتع هي الأخرى بمثل هذا الذكاء. تلك الرؤية يتنافس في تقديمها المشاركون في معرض إيفا برلين للإلكترونيات، وتعتمد أساسا على التحكم الذكي في كل الأجهزة وخدمات المنزل باستخدام تطبيقات برامجية على الحواسب اللوحية والهواتف الذكية. سيمنز الألمانية اتخذت من هذه الفعالية العالمية فرصة سانحة للكشف عن هذا الفرن تحت اسم IQ700، والذي يعمل عن طريق اتصاله المستمر بشبكة الواي فاي، إذ يتوافق التطبيق الجديد مع جميع أنظمة التشغيل في الأسواق. يمكنك من خلال هذا التطبيق على حسابك اللوحي أو هاتفك أن تتحكم في جميع وظائف أحدث مجموعة من أجهزتنا وبكل سهولة. ومن خلال المعرض أيضا تقدم شركة LG منظورها للمنزل الذكي، حيث كان للشركة تجربة سابقة في مجال الأجهزة المتصلة لبعض الوقت، أما فكرة الاتصال الدائم والتواصل داخل شبكة كبيرة فتعد مفاجأتها الجديدة. طورت LG أحد تطبيقاتها والذي كان يحتاج إلى أوامر كثيرة حتى يستجيب بكفاءة، أما الآن فتقدم الشركة منظومة تشبه برامج الدردشة يمكن من خلالها التواصل مع الأجهزة وبشكل مباشر، كما هو الحال تماما مع مثل هذه الغسالة وأيضا تلك المكنسة لتحدد الوقت والمكان والمهمة المطلوبة. وهناك أفق آخر لهذه الأفكار تقدمه شركة أركوس الفرنسية، يتمثل في نظام متكامل يشبه محطات الأرصاد يساعد سكان المنازل في معرفة درجات الحرارة داخل المباني وخارجها، ويسجل نسبة الرطوبة وكذلك شدة الإضاءة، فضلا عن أنه يخبرك متى تحتاج نباتات حديقتك إلى المياه.
كل هذه الأجهزة المتقدمة التي يكشف عنها المعرض وغيرها، وإن كانت تحمل دلالة على شكل المستقبل، إلا أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن 1% فقط من الأجهزة المتصلة بالشبكات هو إجمالي ما تم بيعه في أنحاء أوروبا، وهو ما يدعم فكرة أن هذه التوجهات ما زالت في طور التجريب، كما أن من سيقبلون بقوة على مثل هذا النمط الجديد من الحياة سيكونون قطعا من الشباب الذين يصعب عادة إرضاؤهم، فضلا عن أنك لا تعرف تحديدا معايير المستقبل القريب أو البعيد والتي لا ثابت فيها إلا التغير. وفي المعرض نفسه كشف النقاب عما أطلق عليه الخاتم الذكي الذي يمكن بواسطته قراءة مؤشرات البورصة وأسعار السلع والبضائع والاطلاع على الأخبار. بعد الهواتف الذكية والساعات الذكية والنظارات الذكية، ما هي الخطوة التالية؟ ربما تكون الخواتم الذكية. كشفت شركة موكا الأمريكية النقاب عن نموذج أولي من خاتمها الذكي ضمن فعاليات معرض إيفا في برلين للأجهزة الإلكترونية. ويقول المؤسس المشارك في الشركة كيفن فارو إن الجهاز يتصل بالهاتف المحمول وينبه المستخدمين عند تلقيه مكالمة أو رسالة، ويمكن ضبط الخاتم على تجاهل كافة المكالمات عدا الاتصالات المهمة. وتستطيع شركات أخرى عمل تطبيقات تتفاعل مع الخاتم، مما يتيح إمكانية الحصول على أحدث الأخبار بشأن أسعار الأسهم وبيانات المشتريات. وتأمل شركة سانيفل التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقارا لها في ترويج الخاتم مقابل $100 في غضون 6 أشهر إذا تقدم عدد كاف من الناس بطلبيات لشرائه. الخاتم متاح حاليا في إطار خدمة ما قبل البيع عبر موقع moto.com مقابل $60، وسيكون تاريخ إصداره في غضون 6 أشهر، ولدينا كميات محدودة أيضا من نماذج الاختبار الأولية التي يمكن شراؤها عبر الموقع كذلك. ويتميز الخاتم بكونه مقاوما للماء، ويبلغ عمر بطارياته نحو 36 ساعة، ويمكن شحنه لاسلكيا. تعاني إثيوبيا من نقص في محاصيل الحبوب، كما أنها تتحسب للتقلبات المناخية الكارثية التي تضرب البلاد من آن لآخر، ولذلك تعمل الحكومة حاليا على تطوير مشروع لإنشاء بنوك للبذور يمكنها التأقلم مع المتغيرات المناخية. في وحدة الأبحاث الخاصة بأروميا، وهي إحدى أكبر ثلاثي ولايات إثيوبية، تصطحب مجموعة من الباحثين بعض الزوار أثناء جولة بأحد الحقول. فالدولة الواقعة شرق أفريقيا بدأت مشروعا لإنشاء بنوك للبذور تساعد المزارعين على تحسين إنتاجهم من محاصيل الأمن الغذائي، حيث مرت الآن عقود ثلاثة على المجاعة التي أودت بحياة أكثر من 1,000,000 إثيوبي، وأصيب العالم حينها بصدمة جراء بطء التحرك الحكومي لمواجهة الكارثة. حاليا يواجه العلماء والمزارعون في إثيوبيا على أرض الواقع آثار التغير المناخي ونقص الإنتاج الزراعي من خلال 18 بنكا للبذور في كل من أروميا وأمهارا والمناطق الجنوبية، فضلا عن إنشاء مراكز للتدريب. ويؤكد الخبراء أنهم تمكنوا بالفعل من تحديد العجز في العديد من أصناف البذور غير القادرة على التأقلم مع الظروف المناخية المتغيرة، والتي تعد عاملا كبيرا في تدمير المحاصيل. كان من النتائج المباشرة لتلك الأزمة إدراك حاجة المزارعين الماسة إلى المعلومات والتدريب المستمر، لذلك منحناهم الفرصة للتعلم ليتمكنوا من التعامل بشكل أفضل مع المتطلبات الجديدة. أتو ماكونين يدير مزرعة تنتج بذور الذرة المهجنة والقمح والفاصوليا وغيرها مما يزود به المزارع المحلية. تعتمد مزارع آتو كلية على الآلات وأحدث تقنيات الزراعة، وتعد واحدة من الجهات التي تلقت دعما من قبل التحالف من أجل الثورة الخضراء في أفريقيا، وهي منظمة مستقلة تساند المزارعين الصغار عبر القارة. وتضم المنظمة في عضويتها قادة أفارقة وعلماء ورجال أعمال، بالإضافة إلى خبراء دوليين في الزراعة والتنمية الاقتصادية. الطلب هائل لكن المعروض محدود جدا. ليس هناك الكثير من شركات البذور القادرة على إنتاج بذور جيدة، خاصة بالنسبة لمحاصيل الحبوب. في أقل من 10 سنوات تحولت إثيوبيا
ذات 84 مليون نسمة من بلد دمرته المجاعات إلى خامس أكبر اقتصاد في أفريقيا، متفوقة بذلك على جارتها كينيا التي تسيدت اقتصادات المنطقة لسنوات. وقاد ازدهار معدلات النمو توسع الدولة في كل من الخدمات وقطاع الزراعة والعمل على استدامة التنمية الاقتصادية عبر البلاد. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام جولتنا في السوق، طبتم وطابت أوقاتكم. نترك حضراتكم في أمان الله ورعايته ونذكر بالعناوين. الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال السنة المالية 2013-2014 تتجاوز 6 مليارات دولار. تفاقم مشكلة نقص المياه والصرف الصحي في الهند يدفع إلى البحث عن حلول عاجلة تخفف من حدة الأزمة. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شركات النفط الروسية الكبيرة ويستثني قطاع الغاز.